طيب أن يطاع فلا يعصى. دي مسألة مهمة. الطاعة، الله يفتح عليك، الطاعة هي أول ركن من أركان التقوى. من سنسأل كيف نحقق التقوى؟ موضوع كبير. هذا هو. نعم. أول ركن الطاعة امتثال الأمر، أن تطيع ربك سبحانه وتعالى. يبقى أول أركان التقوى، وهذا هو حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى. المعصية أخي الحبيب محمد شؤم في الدنيا والآخرة. أنا أسألك، ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ المعصية. ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم فرعون؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم عاد؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم ثمود؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم صالح؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم لوط؟ المعصية. ما الذي عرض أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه هي الآن؟ المعصية. من ذلة ومهانة. المعصية. اسمع لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر، قال الصادق: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يا لطيف، سلم يا رب، سلم يا رب. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لا إله إلا الله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يا الله، النبي شخص الله واقع. الواقع الذي نحياه مرة ثانية، لأنه هذا تجسيد وتشخيص لما نحن فيه. جزاك الله خيرا وأحسنت والله. بارك الله فيك. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أو لم تعلن الفاحشة؟ أعلنت في أفلام إباحية. أعلنت. هل تعلم أن عدد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت الآن زاد على 4,200,000 موقع؟ سلم يا رب، يا رب سلم. 4 مليون. عجيب عجيب. عدد المواقع الإباحية التي تنشر الفاحشة مصورة بالصوت والصورة زاد عن 4 مليون موقع. نجهر بالفاحشة، نجهر بالفاحشة. العقاب: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. الإيدز موجود. ما لم يكن في أسلافنا. الإيدز لم يكن في أسلافنا. الذي حير أهل الأرض وعلماء الطب إلى ساعتنا هذه، ولم يتوصلوا إلى هذه اللحظة إلى دواء لهذا الداء. وأنا أقول لهم: عندنا الدواء. ما هو؟ أرجوك قل. أن نترك الفاحشة. الله أكبر. في استطاعتنا كلنا أن نقوم به. أن نترك الفاحشة. أنا أخاطب علماء العالم ونشفى وأطباء العالم، والله الذي لا إله غيره، لا إله. لو أنفقتم مليارات الأرض على مرض الإيدز فلن يحجب ولن يرفع عن البشرية إلا إذا عادت إلى منهج خالقها سبحانه وتعالى وابتعدت عن الفاحشة. فهذا الداء ثمرة حتمية مرة للوقوع في الفاحشة. اسمع مني هذه الكلمات، والله أنا أقول أشنف الأذان في تلخيص تقريبا للثلاثين حلقة. نعم تفضل. ألخص الثلاثين حلقة في إن عاملون. بارك الله فيك. في كلمات تفضل سيدي. أقول إيه؟ بقول إن الحياة البشرية من خلق الله. ونعم بالله، صدقت. ولن تفتح مغاليق فطرتها ولن تعالج أمراضها وعللها. إن الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صدقت، كلمة حكيمة بليغة. صح. اسمح لي أن أكررها. يا ليت. إن الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله. نعم. ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتبع هداي لا نشك، لكن هل هنالك دليل على فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو الضنك، هو الضنك والله. هذا بسبب الإعراض عن ذكر الله يقينا. أنا أقول لك لا إله إلا الله، قد يتحول كل نعيم بين أيدي البشرية إلى ضنك إن أعرضت عن الله. قد يتحول كل نعيم بين أيدي البشرية إلى ضنك إن أعرضت عن الله.